كيف المباراة؟ والله كيف التحية طيبة للصرح النتيجة؟ مع الصرح؟ لا أنا مع البحر، بس اللي شاف إنه الصرح أفضل في المباراة. كيف شايف أداء فريقك؟ إن شاء الله 4-0. إن شاء الله إن شاء الله أفضل، ثلاثة الرابع ما حسبه أوفسايد. إن شاء الله في من اللقاء الافتتاح والبطولة في ملعبكم إنه عندكم حظوظ إن شاء الله. إن شاء الله في مباراتين في 6 نقاط إن شاء الله نتاح. والله ما شاء الله اللقاء ما شاء الله، بس اللهم من طرف واحد رجال. من طرف الفريق الصرح على قوله. مستمتع باللقاء؟ والله مستمتع والله، لكن أتمنى الشفاء لخوينا البرقاطي. كيف شايف أنت البطولات اللي تنظم؟ البطولات التوعوية والله شيء حلو بالنسبة لأهل مكة، شيء حلو منها تعارف ومنها يعني شيء حلو. يعني أنت كمشجع لما تيجي تصل لك الرسالة، ولا أنت جاي أصلا بس تتفرج مباراة تروح البيت؟ لا بالعكس والله، نيجي نشوف اللعيبة، في مواهب نكتشفها، نشوف أشياء يعني، ومنها كمان بنستفيد زي ما تقول. والله المباراة حلوة واستمتعنا فيها ومن أجمل ما يكون. أنت شايف إنه مباراة افتتاحية مثل هذه راح تعطي يعني دعاية للبطولة وراح تجيب ناس؟ بطولة توعوية وبتجيب يعني إيش أقول لك، تجيب البطولة إن شاء الله وتوعي الناس في هذا المباراة. الله يحييك، أهلا وسهلا بكم مبكر إن شاء الله حبايبي. كيف شايف اللقاء الافتتاحي؟ وكيف شايف اصلا يعني الرساله التي تعتمدها اللجنه المنظمه في هذه البطوله؟ والله اللقاء الافتتاحي يعني مو الافتتاح اللي هو يعني في فريقين، يعني فريق متنافس فريق يعني شويه تعرف اللياقه، و40 دقيقه الوقت كبير كمان، يعني بطوله زي هذه البطوله يعني ايش تنشيطيه تعتبر يعني. والرساله ان شاء الله يكون رساله واضحه للجماهير الموجوده عندنا بالنسبه لحمد ضنك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. بعد تسجيل الهدف الاول انت الصرح يعني متقدم بثلاث اهداف، كيف نتيجة كبيرة في الافتتاح؟ أكيد نتيجة كبيرة، 3-1 نتيجة كبيرة يعني الافتتاح. لاعب الصرح الهجمات طبعا إيش الضغط على الخصم، يعني البحر لسه فريق متجدد يعني لسه، ويمكن أول دورة يعني يشاركون بهذا الفريق. الله يوفقهم إن شاء الله في المباريات القادمة. أخبار المريخ وينه عن البطولة؟ والله مشاركين إحنا في بطولة المدي في جدة إن شاء الله. نرحب الأستاذ غازي الحازمي رئيس نادي المريخ، نرحب. الله يحييك وفرصة سعيدة أن أكون متواجد معاكم. الله يسلمك. اليوم اللقاء الافتتاحي لبطولة الشؤون الصحية تحت شعار نتحد معا ضد حمى الظنك، كيف ترى تنظيم والرسالة من قبل المنظمين؟ هل سيصل صداها أم ماذا؟ نقول إن شاء الله دورات مكة دائما صداها قوي بحكم أيضا موقع الملعب، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. 8 فرق اعتمدتها اللجنة المنظمة، فرق كبيرة تحضر في هذه البطولة وفرق كبيرة تغيب، منها فريق المريخ. هذا الفريق حقيقة اللي عندما يلعب كرة يمتع حقيقة، ليست مجاملة. ما سبب الغياب؟ والله هذا السؤال يرجع للجنة المنظمة، وهذا الشيء بالعكس احنا ندعم ونشجع، مو شرط ان نكون موجودين، تواجدنا معهم يعتبر كأننا مشاركين. نتمنى ان شاء الله انهم يتوفقوا في هذه البطولة سواء شارك المريخ او ما شارك، ولكن نتمنى ان شاء الله التوفيق لهم. احنا لنا هدف وعندنا ان شاء الله بطولات نشارك فيها، ونتمنى ان شاء الله ان نكون متواجدين في البطولات الاخرى. كيف ترى اختيار 8 فرق؟ هل هو اختيار منصف ام ان تمنيت ان تكون الفرق اكبر ربما والبطوله اطول؟ والله نقول ان شاء الله، انه تعرف هي تقريبا تعتبر يمكن البطوله الاولى، ونجاحها ان شاء الله حيكون مردوده اكبر اذا كانت في بطوله توازيها في فتره اخرى. شكرا لك دورك. شكرا حبيبي.